مجلس الوزراء يطالب بمراجعة قانون الاستثمار. في تفاصيل هذا الخبر، أكد اجتماع لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء ضرورة مراجعة قانون الاستثمار والتركيز على إنشاء عدد من المشاريع ذات الميزة النسبية بجانب توفير التمويل للمنتجين ونشر الوعي التعاوني وثقافة الجمعيات التعاونية في الولايات. كما شدد الاجتماع الذي التأم برئاسة وزير الزراعة والغابات عيسى عثمان الشريف على أهمية الاستفادة من مساهمة العون الإنساني في التنمية والتوسع في إنتاج المدخلات الزراعية وتشغيل الشباب وتشجيع التنظيمات النسوية في مجالات الإنتاج. كما استعرض الاجتماع خطة القطاع الإسعافية لـ200 يوم التي جاءت وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية في معالجة الأزمة الاقتصادية. بداية أستاذ يوسف، هل مراجعة قانون الاستثمار تمثل واحدة من الأولويات الآن؟ نعم، مسألة قوانين الاستثمار ظلت مسألة يعني كثيرة أو دار حول لغط كثيف، ودوما وأبدا ظللنا نسمع طوال الحقبة الماضية بنسمع كثير عن مشاكل الاستثمار وقوانين الاستثمار والتقاطعات ما بينه وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه الآن ما تلوته من خبر هو يرجع لقطاع التنمية بمجلس الوزراء، ولعل القطاع هي صحيح أنت الآن لست في حاجة لإخضاع القانون كامل برمته وإعادته من جديد في غياب أو في ظل غياب الجهاز التشريعي، لا تستطيع أن تفعل هذه الأمور، ولكن بتدخلات بسيطة تمكن من فك التقاطعات الواردة أو التي شكلت معوقات في مسألة الاستثمار طوال الحقب السابقة. لكن الأمر برمته يبدو أنه صعب أن تعيد هذه القوانين في ظل غياب جهاز تشريعي. طيب، في ظل التعقيدات حتى في التقاطعات بين المركز والولايات ظل هذا اللغط موجود دائما، كيف تستطيع الحكومة أنها تقيم مشروعات ذات ميزة نسبية في الإنتاج كما ورد في هذا الخبر؟ والله شوف، التعويل على المسألة بتاعت الاستثمار في ظل الظروف الراهنة للفترة الانتقالية، الفترة الانتقالية الآن تجابه تحديات عديدة وكثيفة وكثيرة يعني. فمسألة حتى الاستثمار مسألة ليست بالسهل يعني أنه يجوك مستثمرين ويدخلوا معاك في ظل تعقيدات كبيرة جدا في القوانين في مسائل كثيرة. يعني أنا أعتقد أنه المسألة تحتاج نظر كامل وشامل، يعني المسألة يعاد النظر فيها برمتها يعني منذ البداية، لأن المسألة في السابق شهدت تقاطعات واضحة بين القانون الساري هنا في بين المركز والولايات، هنالك تقاطعات واضحة وباينة. فالمسألة أنا في رأيي إنها تحتاج مزيد من الدراسات، ولكن إذا كان هنالك استثمارات غايمة الآن أو أنت بصدد استثمارات ضمن الخطة الإسعافية فيمكن أن تجري تعديلات أو تجري بعض الجراحات حتى تمرر هذه الأمور. ولكن إذا كانت الخطة الإسعافية للحكومة غير مرتبطة بملف الاستثمار فأنا لا أرى أن هنالك حوجة الآن لفتح هذا الملف كما ذكرت في ظل غياب جهاز تشريعي وما إلى ذلك. عشرات الآلاف من خريجي كليات الزراعة يعانون من العطلة، ما هو المطلوب من الحكومة الاستفادة من هذه الطاقات المعطلة؟ نعم، هذه مسألة كبيرة، وهذه تأتي من ضمن فلسفات أو الفلسفة الكلية للجوء للاستثمار. أنت عموما تلجأ للاستثمار حتى تحدث مزيد من النمو، حتى تكسب منسوبيك خبرات هي بعيدة عنهم، أيضا أنت تحتاج أنك من خلال بوابة الاستثمار أن تدخل تقنيات حديثة سواء كان في مجالات زراعية وخلاف ذلك. إذا هذه الأمور تأتي ضمن المشروع الكلي كما قلت لك للاستثمار، إذا تم الدراسة بالشكل الجيد أنت تحتاج بالنظر إلى الاستثمارات أن تفتح استثمارات ذات حجم واسع حتى تمكنك من استيعاب هؤلاء الشباب أو الكوادر أو الخريجين وما إلى ذلك، ليست مشروعات ضئيلة وصغيرة. أستاذ يوسف، يعني واحدة من المشاكل التي الآن هي من الأزمات الموجودة أزمة القمح، لماذا السودان لا يوقف استيراد القمح باستثمارات ناجعة صحيحة تستطيع أن توقف هذا الهدر للمال؟ نعم، السودان ينفق بشكل كبير ومقلق جدا مسألة الاستيراد. هل يستطيع أن يوقف استيراد القمح؟ هو لا يستطيع أن يغامر بس بين يوم وليلة. أنت هذه المسألة يحتاجها في المستقبل بلا شك، وفي من ضمن
وسائل خروج السودان وتعافيه تماما من هذه الأزمات أنه يصل مرحلة أن يكون منتجا. كيف يستطيع أن يصل لهذه المرحلة؟ هذا يتطلب إعادة النظر في المشروعات التي كانت قائمة والمشروعات التي يعول عليها والتي يمكن أن تعطيك هذا الناتج الكبير من السلع المهمة القمح، حتى يتسنى لك التصدير منها لتكسب عملة وكذلك تغطي حاجة السوق المحلي. هذه ليست مسألة بالسهلة، لأن المشاريع السابقة التي كانت تنتج أو تنتج هذا القمح ضربتها مشاكل كثيرة في ظل النظام السابق وتعقيدات، وكثير من هذه المشاريع الزراعية تحولت من إنتاج السلع المحددة للقمح إلى مشروعات أخرى. كل هذا يحتاج فيه السودان لإعادة النظر بشكل جدي ويحدد كم من المساحات هو يمكنه أن يزرعها في هذا المحصول المهم أو القمح حتى يسد حاجته حتى يصدر. إذا لم يصل لهذه النقطة من التفكير التنموي الاستراتيجي، أنا أعتقد أنه لا يستطيع بين عشية وضحاها أن يغرر مثل هذا الغرر.